عندي سؤال، لو خطفت نمجن واتجوزته هل الجواز ده حلال؟ بص يا بنات، هقول لكم على حاجة مهمة جدا لازم تعرفوها قبل ما تفكروا تتجوزوا حد من فرقة البي تي اس. قدامكم 8 مستحيلات، عدوهم الأول وبعد كده فكروا تتجوزوا حد من فرقة البي تي اس. المستحيل الأول، عدوا معايا، إن هو مش مسلم، وزواج المسلمة من الغير مسلم حرام. ده أول مستحيل. افترضنا إن هو أسلم، على فرضا إنه أسلم، خش على المستحيل الثاني. هو أصلا ما يعرفكش أنت مين، عايشة في أنهي دولة، عايشة في أنهي قرية، لا يدري عنك أي شيء، مش عارف أنت اتخلقتي أصلا ولا لسه. خش على المستحيل الثالث، ممكن يشوفك وما يعجبش بيك، يقرف منك، صح ولا لا؟ يعني انت ضامنه 100% ان اول ما يشوفك هيترمي على الارض ويرفص؟ رابعا، اللغه بتاعته غير اللغه بتاعتك، هو بيتكلم كوري وانت بتتكلمي عربي مكسر، يعني انت بالعافيه بتكتبي جملتين بالعربي، عاوز تتكلمي كوري ازاي؟ هتتفاهمي معاه ازاي؟ خامسا، هو في دوله تانية غير الدوله بتاعتك، وانت معكيش حتى 10 جنيه تشتري شوكولاته، عاوزة تسافري كوريا عشان تتجوزي نمجون، هتسافري له ازاي؟ هتسافري له ازاي؟ سادسا، ده واحد مشهور فرقة بي تي اس بيغني وعنده ملايين الملايين المعجبات، ملايين، وكلهم ملكات جمال يتمنوا ان هو يبص لهم بصة كده، هيسيب ده كله وهيبص لحضرتك؟ خش على السابع، ممكن هو يوافق ويعجب بيك وكل المستحيلات دي تمام تعدي، ممكن اهله ما يوافقوش يقول لك لا ما تتجوزش بنت عربيه، احنا عاوزين بنت كوريه زينا كده، تمام. خش على المستحيل الثامن، ممكن كله ده يحصل واهلك انت ما يوافقوش، هتعملي ايه؟ وطبعا زواج البنت بدون اذن اهلها لا يجوز. تاسعا، انت اصلا يعني ابن عمك وابن خالك هربانين منك، يعني امك بتفكر تعمل لهم عمل عشان تجيبهم يتجوزوكي، تقوم انت مفكره تتجوزي نمجن؟ ربنا يهديكم ويصلح حالكم. لو كانت المستحيلات اللي انا قلتها دي يعني معقوله تمام، مش معقوله بقى خليكم في الاحلام بتاعتكم دي العبيطه دي، وربنا يصلح حالكم. بس انا ده من رايي، يعني الفيديو ده يا رب يوصل لكل عشاق الارمي في الوطن العربي. انسوا، دوري على ابن الحاج ابن عمك قبل ما يهرب منك، الحاج ابن خالك، من الآخر انسوا انسوا.